الاتحاد السعودي لكرة القدم فتح المجال للحارس الأجنبي. بعد ما أجى هذا القرار اتصلوا فيني نادي الهلال. في 16 من يوليو 2017 وصل علي الحبسي بعد 15 عام من الاحتراف في أوروبا إلى الرياض ليوقع عقده مع نادي الهلال ويصبح حارساً لعريله. استقبل في المطار بحفاوة بالغة من جماهير النادي، وبعد يوم واحد من انضمامه للفريق الجديد سافر إلى النمسا ليبدأ تدريباته مع فريق الهلال اللي كان يعسكر هناك، وتكون بداية مشواره في الدوري السعودي. الحمد لله مسيرتي مع نادي الهلال لين الآن الحمد لله أنا أحس فيها يعني بالفخر، مسيرة يعني جميلة جدا من بداياتها وفيها ارتياحية كبيرة بحسن الاستقبال، تعامل اللاعبين مع علي الحبسي، تعامل الإدارة، تعامل الجماهير، يعني حسستني أني أنا ابن النادي.